كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله، لا يجوز أن تقول تبارك فلان أو تباركت يا فلان. وهذه الكلمة وردت في مواطن من القرآن، أتت بعد خلق الله عز وجل لبعض المخلوقات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا الخلق من بركته عز وجل. أتت في سياق بيان أنه أحسن الخالقين لما ذكر تفاصيل ما يكون للجنين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أتت هذه الكلمة في سياق إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك فهذا القرآن مبارك من حيث القراءة، من حيث الاستشفاء، من حيث الحكم التحكم، مما لا يحصر في مثل هذا المقام خشية الإطالة. ولذلك ماذا قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك أصدق الذي بين يديه، يصدق الكتب السابقة. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، مبارك فليتبع. ولما ذكر أنه أنزل على موسى وهارون ماذا قال بعدها: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أينكر مثل هذا القرآن؟ ولذلك جاء أنه مبارك فليتدبر وليتذكر به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعود إلى كلمة تبارك، أتت في سياق أيضا الرد على الكفار الذين قالوا لو كان لمحمد كنز أو جنة. فماذا قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعني مما اقترحوه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أتت كلمة تبارك في بيان خلقه للنجوم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، على القول المشهور، وقيل البروج هي قصور على أبواب السماء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أتت كلمة تبارك بعد خلق الأرض وغير ذلك من المخلوقات: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أتت هذه الكلمة في سياق أنه مالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. أتت هذه الكلمة في سياق بيان أن الملك بيد الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكما أنه عز وجل تبارك أسماؤه مباركة، ولذلك أضيفت كلمة تبارك إلى اسمه عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماؤه مباركة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من جهة دلالتها على المسمى، على ذات الله عز وجل. ولذلك يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فرقت الشريعة بين
البهيمة التي يذكر اسم الله عليها والتي لا يذكر اسم الله عليها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأسماؤه مبارك. ولذلك اسم الله إذا قيل قبل دخول المنزل يطرد الشياطين، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن أسماءه عز وجل مبارك.